بقول لك ايه، النهارده يوم الفري بتاعنا وعايز اظبط الدنيا. هنعمل ايه طيب؟ تودينا فين؟ بص انا عايز اكل طاجن نوتيلا كده، طاجن لوتس، عارف انت، عايزين نخربها يا زميلي بسعر قليل. يلا بينا. تعال نشوف اي مكان كده ايه بيعمل حاجات ايه رخيصه بس تكون جامده. ايه يا اسطى، مودينا على فين كده؟ تعال بس هفهمك. بص الحوار، بص ده اكتر واحد هنا بيقدم حاجات جامده جدا بسعر رخيص جدا، فانا عارف انت مش مطمن. يلا بينا. انا عارف انت مش مطمن بس تعال. لك بقى ايه، هروق عليك. فانا هروق عليك، كريم كراميل تلاقي، حاجات حلوه تلاقي، رز بلبن تلاقي، زبادي تلاقي، في توتيه اللي هو يوم فري. فانا هوريك بقى. طب بقول لك ايه، ناخد بقى كده بس ام علي قبل ما تبرد وهي سخنه كده. يا ولا شايف اللي هو حط عليه زبده ولبن؟ اهو بصوا الزبده باينه اصلا، يعني انت لو خدت بالك اصلا الزبده باينه. طيب ندوق بقى. السكر بتاعها مظبوط جدا، في معظم الناس اصلا بتحط سكر كتير قوي، لكن ده طعمه جامد جدا. ده عندهم بيقولوا اللي هو رز رمبران، حاجه جامده جدا. شايف الجمال؟ انا شايف ايه، شايف بسبوسه، رز بلبن، كسرات، قشطه. الطاجن ده عامل 35 جنيه العظمه دي كلها، فاحنا عايزين نشوف بقى ايه، ندوق ونشوف الحوار ده ماشي ازاي. هناخد ايه، حته كده من كل ده وحته برده بالقشطه. بسم الله. صعب قوي ان حد يظبط الكريم كراميل بالذات، وانا واحد من عشاق الكريم كراميل اصلا. هو هيعرف فين يظبطه ولا لا، ده انا هشوف ده دلوقتي. ده شكل الكريم كراميل، القوام بتاعه تمام. دوقنا ونشوف. بسم الله. ما خدش الحته اللي تحت، الحته اللي هي ايه الغامقه دي، انا عايز اخدها الاثنين كده مع بعض واشوف الاكسبيرينس الاثنين هتبقى عامله ازاي. بسم الله. كريم كراميل في الفرن جامد، ده غير اللي بيبقى في المطاعم اللي هو بتاع الكشري والكلام ده، بتاع الكشري ينسى خالص لو انت هتدوق ده. ده كريم كراميل في الفرن، في بلح من تحت، انا ما دوتش البلح هو اللي داوه اصلا، فصباح الفل يعني. ككريم كراميل في الفرن ب 20 جنيه، شايف ان الموضوع لطيف جدا، 9.5 من 10. مش احسن حاجه عندهم، ولكن اللي احسن حاجه عندهم فعلا متحمس ليه جدا هو الطاجن ده. الطاجن ده انا حاطط املي كله عليه، هو شكله اصلا لوحده مشهي، 35 جنيه لو جه فعلا الطعم اللي في بالي وكالشكل وككل حاجه ب 35 جنيه. انت صباح الفل، اصلا ب 35 جنيه تاخد الطاجن ده كده كله. بص يا صاحبي، مفيش جيم، مفيهاش جيم خلاص يا صاحبي، خلاص 35 جنيه. انا شايف في شغل عالي جدا. ناخد لي كده واحده ايه، رطايه. بسم الله. بص خد واحده من غير شوكولاته، لان حاجه شوكولاته غطت على الطعم. هو طعمه جامد جدا، 35 جنيه. هو حلو يعني، هو كطعمه كفليفر فيه باينه، بالنسبه لسعره فهو مقبول نوعا ما يعني، ولا اللي هو غالي قوي ولا هو رخيص قوي، فهو كسعره كحجمه ككل حاجه لا كويس جدا، بس كتقييم ممكن 8 من 10 حلو عليه. ده بقى ايه اهم حاجه عندهم، رز بلبن، هو اصلا اسمه رزه، يعني فكره رز بلبن هو اصلا اسمه رزه، فايه هم بيقولوا لي ان ده احلى حاجه عندنا كاسم كطعم كصنعه ككل حاجه حرفيا. هم بيقولوا ان ده مش زي رز اللبن العادي اللي بيبقى بره اللي بيبقى محطوط عليه نشا والكلام ده، موضوع طبيعي اكتر هو والزبادي. فاحنا هندول اول رز بلبن كام خالص، احنا دولنا رز بلبن اللي هو بالمكسرات والكلام ده، هندول بقى دلوقتي رز بلبن العادي خالص الخام خالص. بسم الله. استنى عشان ده حلو قوي، ده حلو قوي. بص انا دوت رز بلبن في البيت عادي خالص، اللي امي بتعمله واللي امك بتعمله كل حاجه، دوت رز بلبن بره، ده اقرب حاجه للي مامتي بتعمله في البيت، عارف انت اللي هو البيتي، رز بلبن البيتي الحلو قوي هو ده، الرزايه باينه قوي فيه، اللبن باين قوي فيه، تحس ان الموضوع كده ايه، بيتي كده في نفسه. فلو انت حابب تاكل رز بلبن بيتي، مش من بره، مش من مطاعم اللي هو لا اللي مامتك بتعمله في البيت اللي بيبقى غني كده باللبن والرز معمول كويسين وكل حاجه، ده احسن حاجه. هم بيقولوا ان هم مستعملين رز الضحى فيه، تقريبا رز الضحى اعلى رز موجود دلوقتي في السوق يعني، ب 11 جنيه تاخد طبق زي ده. انا شايف ان هي صفقه مربحة جدا. تعالوا بينا نجرب حوار الزبادي ده ونشوف هل فعلا زي ما بيقولوا ان هو فعلا من احسن الحاجات الموجودة عندهم ولا لا. هو مبدئيا كده الشكل باين فيه والقوام باين فيه، ملوش جامد قوي، ملوش جامد قوي، وطعم اللبن فيه باين قوي، يعني جودة اللبن باين فيه وتحس ان هو حاجة تقيلة مش حاجة اللي هي اي كلام وخلاص، لا جامد، وسمك الزبادي نفسه باين فيه قوي. هو انت بتقول اللي هو تقيل وهما بيقولوا اللي هو جامد جدا، فاللي هو تقيل زي ما انت بتقول كده مثلا هو ايه هيبقى حلو قوي قوي في رمضان، فانا لسه هدوق كده واشوف. بسم الله. 5 جنيه طبق زي ده. بص في رمضان ده الموسم بتاعه في رمضان بصراحه، كتيل قوي، اللبن باين قوي فيه، خامه اللبن باين قوي فيه، ده اللي هو تاكله في رمضان وما تبقاش عطشان بعده بصراحه يعني. ب5 جنيه طبق زي ده محترم، وكمان يعني صلاحيته اللي هو بعد 3 ايام، ده يديك اللي هو فكره ان اصلا اللبن طازه، الطبق ذات نفسه كله طازه، بعد 3 ايام هو تقريبا مش هيقعد اصلا عندهم يوم لو بالجمال ده. الخلاصه ان رز هيقدم لك حاجات طازه جدا وحلوه جدا، كحلويات بقى، كريت فيلفت، كمثلا بوريو، كحاجات كتيره جدا، وبسعر رخيص على فكره قوي يعني، مش فكره ان هي رخيصه عشان هي رخيصه فان هي تبقى وحشه، لا رخيصه وطازه جدا، يعني هو فعلا بيقدم لك قيمه مقابل سعر. وعندهم على فكره طواجن كتيره جدا انا ما جربتهاش طبعا، احنا كلنا حاجات سكريات كتيره جدا، لكن عندهم طاجن اوريو، عندهم طاجن بوريو، وعندهم كمان طاجن نوتيلا، وعندهم طاجن كمان لوتس، وده انا ما قدرتش اقصر عليه، كان قوي جدا. بصوا رزه حاجاته حلوه جدا، هو في فيصل، وتوصلت انا هو الاتفاق ان اي حد هيجي من طرف كريم عفت او هيروح المحل يقول لهم ان انا تابع كريم عفت، او هيطلب حاجه اونلاين من عندهم ويقول لهم ان انا تابع كريم عفت، هياخد خصم 25% على الاسعار بتاعته.